شنو هي الدوغري ايديال اللي يتعدل عليه كليماتيزور في الدوغري ليديال بالنسبة للكليماتيزور هي 26 دوغري مش أكثر ومش أقل، على خاطر إذا كان مش نطيحه في التمبيراتور على أساس أنها تبدل مش كونسومي برشا. نستعمله 26 دوغري وفي الاقتصاد في الطاقة الكليماتيزور ياخو راحته وتبدأ مريق الجو. والله إحنا نعدلوها 27 دوغري. نحطه في بندوة تبرد القهوة منيح، خاطر الكمبريسور يبرد كيف يولي يبرد الجو. حط 18 ما تبردش. كنت ماذا بيا نحط في الـ 22 باش أكثر تبرد معناها وأكثر برد، ومن بعد عرضتني سبوت على الفيسبوك اللي الدوغري ديال متاع كليماتيزور 26. الأكثرية في الـ 24 نحطوه احنا، الـ 26 ومش ديما، ديما نسك لا بليبار في النهار ما نكونسوميهوش ديما. 26 25 ما كل ما نحط معناها 23 ولا أقل شوية، أمي ما تحبش تقول لي تجي فاتورة غالية والكل، أما أنا نحطها 23 خاطر تبدا بارد. كيفاش تحط اقل من 26 ساعة والحاج يجي الضوء برشا؟ هذا اول حاجه، وعادي باش تمرض وتصير برشا حاجات. سينو اني قلت لك 26 تكون باهيه وكا منها كالطاقه وما تمرضش وباهيه وكا. دوغري ديال 26 ساعات ولا تبدا الدنيا سخونه نهبط شويه لل 24، نحط 24 ومن بعد نسكر سويعه اثنين ومن بعد نسكر، ما هي ديما 26 27 وانت زاده ولا سباس.